صحيت من النوم بفتح التليفون لقيت مجموعة رسائل كتير جدا عن الإشعار اللي وصل في لوحة البيانات الخاصة بالقناة. دخلت أشوف، هو إشعار على فكرة توضيحي، تمام؟ هو بيوضح لك إن في حصل تعديلات في السياسة بتاع اليوتيوب، مفيش في أدنى مشكلة، ولكن هو سياسة يعني إيه؟ تعديلات رخمة، تمام؟ بس هنتعرف عليها، مش واجب علينا إن احنا نعمل أي حاجة، هو بس توضيحي مش أكتر من كده. لما بضغط على المزيد من المعلومات، يعني أنت ممكن تعمل تجاهل، مفيش أدنى مشكلة، نضغط على المزيد من المعلومات، بيقول التعديلات على سياسة يوتيوب، آخر التغيرات نشوفها، بيقول لك إن في تعديلات على سياستنا المتعلقة بالاضطرابات الغذائية في 18 نسيان مش عارف قد إيه عدلنا، تمام؟ سياستنا المتعلقة بالاضطرابات الغذائية، خد بالكم من الحتة دي بس، بهدف حماية منتدى مش عارف إيه، تمام. إيه هي بقى؟ تناول مواضيع أهو، بيقول لك إيه؟ ونعرض على الفيديوهات لوحة مراجع مخصصة للمساعدة في الأزمات، تناول مواضيع مرتبطة بالاضطرابات الغذائية وبداية الناس. اللي هو المساعدة على الانتحار أو الآخر، لما نيجي نضغط على المزيد من المعلومات أهو بيقول لي السياسة المتعلقة بالانتحار وإزاء النفس والاضطرابات الغذائية، تمام؟ لما باجي أنزل تحت كده أهو اللي بيقول إيه، لا نسمح على اليوتيوب بنشر المحتوى الذي يروج للانتحار أو إزاء النفس أو الاضطرابات الغذائية أو الذي يهدف إلى إثارة الصدمة الاشمئزاز او الذي يشكل خطر على كده. يعني كده يعني خدوا بالكم الناس اللي بتحرق انبهار يعني. تمام، فهو ده الموضوع يعني. ده بالنسبه للنقطه الاولى. نرجع كده تحت بقول لك سياسات المنتجات بقى، تمام؟ اول حاجه بقول تغيرات على التعليقات المثبته في فئه معينه، مش هتقدر تعمل تعليق مثبت، تمام؟ مين اللي هيقدر يعمل تعليق مثبت؟ لو القنوات اللي عليها الميزات المتقدمة مفعلة، القنوات اللي فيها الميزات المتقدمة مفعلة يقدر يعمل تعليق مثبت، لكن الحسابات اللي الميزات المتقدمة بتاعتها مش مفعلة مش هيقدر يعمل بالتعليق مثبت. وده لو هو مثبت تعليقات دلوقت، تمام؟ مش هتتغير ولا يجي فيها، يعني مش هيحصل فيها أي حاجة، هتفضل زي ما هي، ويقدر يزيل التعليق التثبيت عادي، تمام؟ لكن مش هيقدر يثبت حاجة جديدة. ايه هي الميزات المتقدمة؟ لو دخلنا على لوحة البيانات ودخلنا على علامة الترس، تمام، ورحنا على القناة والأهلية لاستخدام الميزات، عند الميزات المتقدمة اللي تحت اللي احنا كنا بنشرحها لإيه؟ لنزول المنتدى. أهو التلات حاجات اللي انت ممكن تقدر تثبت بيهم ايه الميزات المتقدمة، إثبات الهوية عن طريق فيديو أو بطاقة تعريف صالحة أو سجل النشاط في القناة، تمام؟ لما بيبقى ايه، لما تفعلهم، لما الميزات المتقدمه تكون مفعله عنك، تقدر تعمل ايه، تعليق مثبت. نرجع للباقي، تمام؟ خلصنا من دي. طيب بعد كده بيقول لك تعديل على سياستنا المتعلقه بوقف الايقاف، بوضع الايقاف المؤقت للاشتراكات الداعمه. في ايقاف مؤقت كان بيجي، يعني انا منتسب عندك كنت بقف مؤقت، بيحصل لي ايقاف مؤقت في الانتساب ده. اعتبارا من 5 يونيو سنمدد تطبيق سياسة وضع الإيقاف المؤقت من 90 إلى 120، هيزود لك المدة دي، إن هو في الإيقاف المؤقت يقدر متوقف قبل رجوع الفلوس لمين؟ لصاحب المنتسب عندك، يعني في ناس منتسبين عندك، تمام؟ حصل أي مشكلة في قناتك دلوقتي، وقفت أو خرجت من الربح، تمام؟ المنتسب ده إيه وضعه؟ بيفضل وضع في وضع الايقاف المؤقت كان الاول لمده 90 يوم، الوقت اضافها لمده ايه؟ 120 يوم، بيديلك السماح 120 يوم لغايه ما تفعل قناتك تاني وتشغل ميزه الايه؟ الاشتراكات الداعمه او الانتسابات، تمام؟ لو ما عملتهاش خلال 120 يوم، لو ما فعلتش القناه او ما عملتش ميزه الانتساب دي خلال 120 يوم تانيين، هيحصل ايه؟ هيرجع فلوسهم او يتم رد المبالغ التي دفعها المشتركون الداعمون عن اخر شهر اشتركوا فيها، تمام؟ ردها منين؟ من اليوتيوب طبعا، قبل الربح من هيبقى عندهم يعني، تمام؟ يعني هو اشترك عندك، انتسب عندك وحصل مشكله في القناه، بيحصل له ايقاف مؤقت لمده من 90، كان الاول 90 دلوقتي هيمدوها ل 120. طب هم مدوها ليه؟ عشان التحديث اللي بعد كده الرخم، ابن الرخم.
تمام. بقول لك التحديث اللي بعده بقى في بالنسبة لبرنامج شركاء اليوتيوب ده، اعتبارا من 5 يونيو سنمدد تطبيق سياساتنا المتعلقة بإعادة تقديم طلبات الانضمام. إعادة، ركز، إعادة تقديم طلبات الانضمام. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا قدمت القناة دلوقتي للمراجعة واترفضت، تمام؟ دي أول مرة، هنشرحها تحت أهو. أول مرة بيديلك 30 يوم. طيب تاني مرة، كان الأول هما برضو 30 يوم، تاني مرة لا بيخليها دلوقتي 90 يوم، تمام؟ أهو بإعادة تقديم طلبات الانضمام إلى برنامج شركاء اليوتيوب من 30 إلى 90 يوم. هذا يعني أنه يجب الآن على صاحب القناة الانتظار 90 يوم قبل إعادة التقديم بطلب الانضمام إلى البرنامج، وذلك إذا تم تعليق اشتراك قناته أو رفض طلبها أكثر من مرة. طيب إذا كانت هذه المرة الأولى اللي اترفض فيها القناة دي، لو انت جيت تقدم واترفضت مرة، تمام، لا هتقدم تاني برضو بعد 30 يوم. طب اترفضت تاني مرة، اما اذا تم رفض طلبك مرة اخرى فعليك الانتظار لمدة ايه؟ 90 يوم قبل اعادة الطلب ده، ولن يؤثر هذا التغيير في سياستنا مش عارف ايه اللي هي اعادة النظر. يعني لو جال القناة رجعت او وقفت على رب، قلنا بيبقى لك خلال 21 يوم اهو بعد، وسيظل لدى اصحاب القناه 21 يوم لتقديم طلب اعاده النظر. اعاده النظر لو انا متاكد ان المحتوى بتاعي وما في وما خالفتش سياسات اليوتيوب ان القناه المفروض ترجع تفضل شغاله، فبقدم اعاده ايه؟ نظر، طلب اعاده النظر خلال 21 يوم، بس بدون ان انا بحذفش حاجه زي ما اتكلمنا عنها قبل كده في البث المباشر او اعتقد في فيديو مش متذكر. تمام؟ هو ده كل الموضوع. بس هو ده التحديث الرخم اللي هو عقد لك الامور شويه، عشان برضه يفضل هو طبعا الاعلانات شغاله عنده، مش خسران اي حاجه، بس يعني هيخسر عليك احنا. انت ما خدتش بالك من اي حاجه وقناتك خرجت، تمام، ليك 30 يوم، ده اول مره بس، لكن دلوقتي هو ليك 90 يوم على فكره، يعني 90 يوم على طول، تمام، قبل ما تقدر تعمل اعاده الطلب تاني. الله المستعان، بس مش هقدر اقول اكتر من كده على اليوتيوب. الله المستعان. في امان الله جميعا. اي سؤال تحت امر الجميع.